كرة من ناحية هادي المزعج ولكن يطلع ويشيل كرة في نص الملعب عن طريق خالد صعب الله هادي 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 هذا حريف يسلم كرة لسه مطاوع ولكن يا كريم يا نبيل يا ولد يا ولد يا ولد يا كريم عمل تراي وفلاي في الوقت النموذجي هدف كاد أن يسجل في شباك الجونة لولا الحارس كريم نبيل هذه كرة ملعوبة التصويبة حلوة حلوة يا كريم حلوة يا كريم يا نبيل لسه كرة تصويبة أخرى حلوة 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 عناصر غزل المحلة يرجعون ويعدون ولكن كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب ده والله اللي سجل هدف كان بدر كده باسم جاب جونين وبدر جول اللاعب نور على الايمن قريب علشان تبقى مصدر ازعاج وخطوره على الجونه ولكن كريم نبيل لدينا لا خوف علينا يمسك على طول وينفذ كرته اماميه طوليه حلوه قوي حلوه 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 يا رجب لو لحقت ولكن حارس تمشي كرة على طول مصطفى حامد مصطفى مشي مصطفى حامد السرول امامي في اتجاه جويرو ولكن على طول حارس المرمى كريم كريم نبيل يمسك كرته بثبات كريم كريم نبيل النهارده اللي مدرب الكابتن محمود مصطفى هو رئيس القطاع الكابتن محمد مصطفى والاداري الكابتن محمود نظمي وزعيم الاداره الكابتن كريم فريد اثنين واحد الشوط الاول عزيز